أنا وشي وش وحدي. طمن أبو رأفت، هاي المصاري ما عم تروح إلا على الشغل. إيه؟ الله يوفقك. وشو الشغل؟ إلي أصحاب تجار عم شغل المصاري معهم، تجار ثقة وأمينين. إيه؟ الله يرزقك. بس أخي الله يرضى عليك، لما تقطع لي عم ببعت جواد 100 مشوار ليلاقيك مرة. بقى بدي إياك على طول تونسني بصوتك وبشوفتك. أمرك أخي، تأمر أمر. شو؟ كأنه في بيتمك حكي. إيه والله يا أبي، بس خلص بعدين منيحكي، مو وقتها هلأ. لا، أحكي هلأ لشوف. يا أبي، مو أنت المختار تبع الحارة؟ طبعاً أنا المختار، شوفي. طيب مو كان لازم تعلق المكتوب على اللوحة هون على باب المخترة؟ أنا مكتوب، أنا لوحة، عن شو عم تحكي أنت؟ هذا اللي كتبتوه أنتو من شغل حرامي. تحكي مثل الخلق ولا أنفض مخك بين العكاسة هاي؟ صلي على النبي أبي شوي. الشيخ صالح علق على الحيط بجنب باب الجامع، هذا اللي كتبتوه انتم مشان هذا الازعار. لك انا ما كتبت شيء، شو هذا المكتوب؟ انه يا اهل الحاره ديروا بالكم على بيوتكم وعلى الاسطيح ودوروا على الحرامي، وبس حدا يلاقي او يعرف عنه شيء له مكافاه كبيره. ومين كتب هالشيء؟ فكرت انت قلت لهم يكتبوه مو انت؟ انا ما كتبت شيء، وين مكتوب هذا؟